طيب السؤال، أيهما أفضل، الانتصاب الطبيعي ولا الانتصاب بالنعامة؟ مفيش شك الانتصاب الطبيعي، ومفيش حاجة زي خلقة ربنا، ولو قلت لك إن النعامة هتعملك انتصاب أحسن من الطبيعي يبقى أنا راجل غير أمين. مفيش حاجة زي خلقة ربنا، فعمر ما كان المفصل الرجل الصناعي زي الطبيعي، وعمر ما كان صمام القلب الصناعي زي الطبيعي، لكن الظروف بتضطرنا إن احنا نلجأ لحاجة عشان نصلح مشكلة، عشان كده احنا ضد فكرة إن مريض عنده انتصاب طبيعي يعمل النعامة تحت أي سبب. طول ما أنا قادر أحافظ لك على الانتصاب الطبيعي بتاع ربنا حتى لو بالعلاجات بنحافظ عليه، لكن لو خلاص مش قادرين نوصل لده وحياتك واقفة يبقى ما قدامناش حل غير الدعامة. عملية الدعامة هايلة وجميلة وممتازة وبتحقق رضا تام للمريض، لكن هيفضل دايما خلقة ربنا هي الأفضل.